طب انت عارف المطار فين ولا اجيلك؟ خلاص بقى اجيلك انا يا عم، اخد عربيه واجيلك اهو. انت فين بس يا عم؟ اقف بقى، انا بجي، انا بسوق لك والله. انزل الكوبري، انزل الكوبري، انزل الكوبري. تعمل ايه؟ هتموت كده؟ خلاص بقى. ايه ده؟ ايه يا عم العربيه اللي انت جايبها دي؟ دي منظر عربيه جايبها يا عم؟ اركب بقى. تعال. ايه اركب. ايه ده؟ لا استنى استنى استنى، ده لا استنى بقى، ده سكوتر بتاعنا. تحركش. A few moments later. بالنسبة ان احنا هنوصل كمان سنتين. لا يا عم ليه، فاضل 750 ميت. ايه ده احنا قربنا. طب اوكي. طب اتزمر لمين؟ اللي صاحب عميد المطار. كان عشان جايب سكوتر ولا حاجة؟ ماشي. واضح احنا مش عايزين. فاحنا ساعتها هنعمل ايه بقى؟ اركب يا اسماعيل. تسلم يا حب. ايه ده؟ ده مش باب المطار يا عم. اهو في طيارة هناك اهي. انزل لك انا. دي طيارتي يا عم. استنى استنى استنى. استنى لا لا، السور ده مش ايه اللي اصلا الروكت بتاعك ده ما بيعملش حاجة يا عم. ما بيعملش حاجة؟ طب اوكي. عم انا افتكرت بيعمل جو. مش فاهم فيه ايه والله. عشان انت جايين بسكوتر. طب روح هات عربية وتعالى. او انا اروح اجيب عربية وتعالى. لا يا عم استنى استنى استنى. او انت هات عربية وتعالى. دخلك انا كده. انت المشكلة ان البدلة اللي انت لابسها دي شكلها غريب الصراحة. ملفتة للنظر؟ تفتكر ملفتة للنظر؟ ارهابية قوي في كده. انا حاسس انا حاسس. يا نهار ابيض هنطرد علينا يا عم. انزل من على الرصيف. ليه ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ البوليس بيجري ورانا ليه؟ ايه ده؟ اسماعيل ليه كده؟ اسماعيل ليه كده يا عم؟ هو ايه اللي حصل؟ البوليس جري ورانا ليه اصلا؟ مش عارف يا عم. في ناس بتصوت، وفي ست، في ناس بتصوت عندي. هو ايه اللي حصل؟ ما اعرفش يا عم. انت البدله؟ ما تقوليش البدله. يمكن البدله على فكره. والله؟ استنى بقى. بص 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 اللي هيحصل، بص اللي هيحصل، بص اللي هيحصل. يا نهار ابيض. الله عليك. ايوه اوعى شاوى. نط يا اسماعيل. اي يا عم تقول لي يا عم يخرب بيتك كده. مش طيب بس. لا انت تلف وتركب من الناحيه الثانيه لو سمحت. مالكش دعوه بكرسي السواق ده. انت مالكش دعوه يا عم. انت يا عم انت بتعمل ايه ده؟ ما انت اللي ركبت. انا هنا يا عم. ما انت اللي ركبت الناحيه الثانيه يا عم. انت انت اركب عادي لو سمحت. بترفع عليا سلاح؟ مش ممكن على فكره. بص بقى، بص بص يا اقفل الباب بس عشان ضغط الطياره لو سمحت. بالنسبة لأن سيادتك مش هتطير طيب، ولا احنا هنقضيها بس على الأرض؟ اه اوه اوه. لا عيب عليك بقى. بص بقى احنا انا نهار ابيض. عادية في الطيارة. بيستي البتاعة تحس انها بتريح شوية. ما انا كنت سايب بس الدركسيون معلش. ايه؟ الحتة اللي جاية دي بيسموها أخطر حتة في لوس سانتوس من ناحية الطيران. ليه بقى؟ عشان في طواحين دي، لو واحدة منهم لبستنا خلاص احنا متنا كده. ايه 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 ايه. ما تقلقش يا معلم ما تقلقش. انت معاك طيار محترف ما بيوقعش خالص تقريبا. يعني شبه ما فيش وقوع بالنسبه له. اه لا 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 عيب عليك عيب عليك. اوه نهار اسود. الحمد لله ده ما انتش شايف. الحمد لله رب العالمين. زي ما انت شايف الطياره زي الفل ما حصلش فيها خدش الحمد لله. انت فين يا اسماعيل؟ انت فين يا اسماعيل؟ ايه؟ ما انا ميت جنبك. خليك عندك يا اسماعيل انا هجي لك. اركب ورا يا اسماعيل. روح للعربيه يا عم. انت رايح فين يا عم؟ اعمل ايه؟ روح بقى للعربيه من ورا ودوس مسدس. دوس قصدي على بيرك. دوس مسدس؟ اه دوس مسدس. يا ابني لا يا ابني هو ده اللي بيركب يا ابني. اه اوكي اوكي اوكي. استنى يا عم استنى استنى. ايه يا عم انت تعالى. ايوه اركب ورا هسوق لك انا يا فندم لو سمحت. يا فندم الخدمه كده. ما انت بعد كده بتدوني سكور وحش. استنى بس كده. ايوه كده اهي. اوه سوق بقى. اهلا بيك في اوبر اوف رود الجديده. احنا هنتقلب يا بيستي. انا اتقلبت على يا فندم لو سمحت امسك كويس على فكره. الشركه بجد انا دافع. احترم ليك يا فندم. انت لما نزلت البرنامج على الاندرويد انت وافقت على ان اي خدش مش معنى يحصل في وش حضرتك من الوقعه مش احنا مش مسؤولين عنه. مش معنى ان انا وافقت على الاجريمنت اللي ما بيننا معنى كده ان انا يحصل فيا كل دوت. انا اسف يا فندم. اركب لو سمحت. ده السجن ده يا فندم مفهوم ما نقربش منه عشان ما حدش يجي ورانا. ولا ما انت رايح فين بالنص نقل دي اللي انت ماشي بيها؟ لو سمحت عربيه 6 ويل لو سمحت. ما تقلقش عليها نص نقل. 6 ويل ده فعلا. الله الله ده كان الشارع اللي فات. ايه عربيه طياره هي طياره. استنى استنى بقول لك ايه بقول لك ايه. صح صح احنا مطار. استنى يا عم. لا 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 ما تفكرش انت عايز تفكر فيه لو سمحت. استنى انا عايز اجرب بس. استنى بس استناني بس. لا استنى بس استناني بس استناني بس استنى اوريك بس عايز اقوله لك بعد كده اللي انت عايزه. انت انت ايه ده انت انت فين يا اسماعيل؟ اسماعيل برضه ركب الطياره. انت نزلت انت يا ابني ما تفتكرش بتنزل والله. هيموت والله هيموت. اهي استنى استنى جاي لك. انت فين؟ شايفك بعيد والله. هتلاقي في حاجه ماشيه جنبك كده طياره صغيره كده. لا انا هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ بس استنى 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 بس انت على اللي بيطلع فوق. تقلقش تعالى ورايا بقى. طب هو قدام تمشي ورايا ولا استناك؟ استنى بس انا بظبط ايوه
معلم انا كنت بدوس بسوط طيارات في باتل فيلد 4 يا معلم، انت بتتكلم في ايه؟ طب انت هتخبط فيا على فكره، انا طيار قديم انا جاي لك. شايف الجبل بقى اللي هناك ده؟ احنا رايحين الجبل ده. شايف معايا؟ والله ما عارف، مش عارف معايا برابر شوتر ولا لا، فانا مضطر اركن فوق الجبل. بس انا بقى عشان دي هتبقى صعبه شويه. لا انا ابيض، هتركن ازاي؟ بس خلاص ركنت لك يا معلم. انا شبح، انت بتتكلم في ايه؟ بص انت بتقع بالتصويبه دي ازاي؟ استنى هي لسه بتقع، استنى هي لسه بتقع لوحدها، مش محتاجين. طيب باي باي، هتوحشينا والله يا عم. ايه ناقصه؟ استنى صاحبي شوف هتروح لغايه فين. ولهوي يلا بينا شرس. اهلا بيك في اعلى حته في جي تي اي. بص بقى ننط من هنا تمام. انا معايا برشوت بس ادوس ايه؟ سبيس يعني. سبيس يلا. طيب يا برايا يا ريت تلبس الخوذة لو معاك خوذة. معيش خوذة. معاك انت خوذة؟ طب خلاص جاهز؟ هنا ابيض. استنى مش ده اللي المفروض يحصل خالص. استنى هنفرمل. اوب قبل ما تنط استنى بس نحضر. بس انت هتعمل ايه؟ انت هتنط، هنطلع من البتاع. اسيب ال الناس اللي بيطلع من العربيه، عارف كانك بتركب العربيه تروح العربيه واروح دايس باراشوت عادي كده تروح. جاهز؟ يلا نط يا اسماعيل. معيش باراشوت يا اسماعيل. وانا بدوس على البتاع، والله عمال ادوس رايت كليك يا معلم. ماشي جاهز؟ تأكد يا عم. جاهز بس انا خايف بس بتاع ما تعملش تاني. اوكي يا عم. عموما يعني خلاص يعني الوقت بتاع الرجوع في الراحة. راح فين؟ ماشي انت مشيت خلاص؟ فتح جامد جدا. بقى اعمل ايه بقى؟ بص انا بطلع الدخان ازاي؟ بص عليك فوق. انا جالي انفايت من كل الناس. يا ولاد دي اسمها العبهم. يلا ده كاستم جيم. الروح يا اسماعيل. مالتي بلاير كاستم جيم، حاجه كده ما بتلاقيهاش عند اي حد، حاجه كده مميزه. كرييت سو حس. طب بتكلم ايه؟ نعملها ازاي يا جدعان؟ بتكلم مين؟ هو في ايه؟